ازاي اعالج جرثومة المعدة اللي هي اسمها الميكروب الحلزوني؟ موضوع خطير جدا، بس قبل ما نبتدي استأذنكم ان احنا نشير الفيديو ده عشان الناس تستفاد، واستأذنكم ان احنا نصلي على سيدنا محمد في التعليقات. ميكروب الحلزوني او جرثومة المعدة مشكلة كبيرة جدا، واكتشفت بقى لها 25 سنة، بتؤدي لمشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي زي الارتجاع، زي الحموضة، زي الامساك، زي الانتفاخ وخلافه. بس المشكلة الأكبر في الميكروب ده، ساعات ناس بيجيلها أعراض، ساعات لأ، والمشكلة الأكبر إنه ساعات بيتطور لورم خبيث اسمه الليمفوما. أنا طالع النهاردة عشان أقول لكم إن في فيديوهات كتير منشورة إن الميكروب الحلزوني بيعالجوا الجبنة التركي، الميكروب الحلزوني بيعالجوا الجبنة الريكفور، الجبنة الميكروب الحلزوني بيعالجوا الاستيكة اليوناني. يا جماعة الكلام ده خطأ تماما، ومحدش يمشي وراه، الكلام ده مضلل وغير علمي. الميكروب الحلزوني أو جرثومة المعدة ليها علاج على مستوى العالم واحد اسمه العلاج الثلاثي. اتنين مضادات الحيوية وواحد مضاد للالتهاب والحموضة. العلاج الثلاثي هو العلاج الوحيد للجرثومة أو جرثومة المعدة أو ميكروب الحلزوني، محدش يمشي غير على كده وبس. من فضلكم من فضلكم من فضلكم خلي بالكم على صحتكم. وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.